بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم منصف. الموضوع تاع اليوم وشو المد للفراخ المفطومة كل يوم. بطبيعة الحال الأكل الأساسي هو الميلونج براقة، كل واحد كيفاش من براقة يمد، تكون ديما فيكسي في القفص، وكل يوم نمد لهم باطي حتى يولي العمر تاعهم 50 يوم، يولي نمد لهم عادي، يولي نمد لهم منهم من لاجيلد. ننوع في الباطي تاعي، وش هو الباطي تاعي ننوع فيها؟ النوع الأول ندير فرن موربين وباطي اللي نخدمها انا في الدار، اللي فيها الخضره وفيها الفواكه. النوع الثاني ندير البيض مسلوق والباطي اللي نخدمها انا في الدار. النوع الثالث بذور مستنبته وباطي ساش، نوع من الباطي ساش فلاي ولا اي نوع من الباطي خلاف، ولا فرسالاكا ولا. النوع الرابع ندير شويه بير موربيد وبيضه مسلوقه وكسكس فايت محمص فوق النار بطبيعه الحال، زين نشمخو بالماء. النوع الخامس كسكس ماهوش فايت على النار ومشمخ بالماء، ومعاه بيض مسلوق، ومعاه النيجر اللي فيها زيت تاع كبد الحوت. زيت تاع كبد الحوت نحطو كي ندير الكسكس، يعني حنا نقول لها النعمة كما نقولوا الطعام، كي نديرو مع البارمور، كي نديرو مع البيضة المسلوقة ندير معاها النيجر اللي فيه الزيت تاع كبد الحوت على جال اوميغا 3. بالنسبه للبذور المستنبته ما نديرش معاها من النيجر، كي نحط الفير موربيد ونحط البيض المسلوق مع بعضهم نحط معاها من النيجر اللي ناشفه اللي ما فيهاش. وبطبيعة الحال نضيف ثاني اضافات، نهار نحط البروبيوتيك والكالسيوم والفيتامين، ونهار نحط الكركم والثوم، ونهار نحط الكالسيوم وحده، ونهار نحط الفيتامين والبروبيوتيك. هذه الباطي اللي نتعلم كل يوم. علاوة ولا ما يغرش بزاف، زاد خرج واحد اسمه الساسي يسمعني نهضر يبدا هو ثاني يغرب. فوالا تحط راه من الباطي ياكلو، هادو اللي يكونوا ياكلو وحدهم، واللي في اللي قربوا للفطام اللي كان اللي يكون الاب وحده هو اللي قاعد ياكل، وانت تعس لا كان شفتهم ياكلوا وحدهم كيما ها الطيار لهنا هو قاعد ياكل وحده. هاي الانثى كاركا، انا ما نحيتهمش، انا لا ما بعدتهمش عليها لانه هي بعد اغريسيف ما تخليهمش يقدموا البيض. هذا بربي ان شاء الله اليوم الاخر تاعو هاو قاعد ياكل درك، مادام قاعد ياكل خوه تاني راه يتعند عليه ويبدا ياكل.
خاوتي كاين حاجة كما نقولوا أي نشاط ولا أي خدمة ولا أي حدث عنده لي كوليس كما نقولوا إحنا الكواليس. الكواليس إحنا تاعنا في تربيه الطيور كاينين بعض المربيين يتلاقاو يحكيو مع بعضهم يمدوا آراء لبعضهم. الكواليس أنا هادو منشتيهمش يبقاو كواليس، نشتي نذكر. علاه؟ لأنه الهدف تاع القناة تاعي هو تنوير المربي الجزائري أولا، وتنوير المربي العرب. تنوير المربي الجزائري علاه؟ لأنه رانا قاعدين نلاحظوا باللي الجزائر هي أكبر بلد اللي قاعدة تشري في الطير. علاه ديما حنا اللي نشريو؟ علاه ما نوليوش حنا اللي نبيعو؟ هذا هو السؤال اللي يبقى مطروح. المهم خاوتنا اللي داروا البلونشيمون بالميدوكس، معليش ينورونا واش هو النتائج. دوك الميدوكس عنده درك هذا ولا هذا الموسم الثاني تاعو، ينورونا واش هو النتائج اللي لقاوها، اسكو مليح ماشي مليح، باش يتنور المربي. يا هل ترى الميدوكس هذا مليح ولا لا؟ يا هل ترى لا قام هذه تاع الراد مليحه ولا لا؟ خاوتي وصلنا لنهاية الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش تفعيل الجرس والاشتراك بالقناه والضغط على زر جنب.